مرحبا بكم في قصر الثقافه تيليمسان. نروح رانا في تيليمسان، هذا وين لحقنا، وطريق عانى طويل من عامه على هذا البلاصه. فايده الحصول، هذا هو القصر الثقافه. لقينا دروك الوالي حشا كبيره، مش عارف انا كاع فايده الحصول. هذه هي، المهم تلف روحكم، فوتوا النهار شباب هنايا، غدو اليوم وغدو ان شاء الله، وغير غدو ولايه اخرى. هذه القافلة، وعلى أي أساس أقيمت هذه القافلة على أن تغيب ولاية الوطن؟ نحتفل بأعز ذكرى، وهي ذكرى 61 لمظاهرات 11 هي الجزائر، واللي قالوا نحترقوا احنا وتخضار الجزائر، والحمد لله هذه الكلمه كان وفق فيها الله سبحانه عز وجل. هذه هي دار الثقافه تاع ولايه تيليمسان، مش عارف الوجهة الأخرى وين. فايدة الحصول، راني جيعان، في خاطري ناكل. هذه هي بارطر عليكم. انا خرجت من شومباطرو، انا ماشي نتقاو، شغل زعما راني شويه مطحطح. علاش؟ خش البارح فرحنا غايه بالجيري وكاع، شغل طحطح شويه. انا ماشي نفوتو في كحه، ما عرفتش كاع منين جات ولا ضربني البرد، جاتني كورونا وما نعرف. هيدا الحصول نمشيو نتقاو، اذا بقى خشنا الطروطار قالوا لي بزاف. هذه هي، اي يلاه يلاه نروحو نتقهوى، يلاه راكم جيعانين، اي يلاه. قال لكم دوك رانا باين لكم هو كا هو انا باين نطلعو نفهم شي احنا اللي هي كرزاوش. صباح الخير. هذه هي، او الشعب راه ناشطين، المنظر ولا اروع منا. بس كنت في مسان، ها هي هنا منظر رائع. صباح النور، صباح النور، كي صبحتوا؟ يلايم حال يخطيك مهزك عشق عوارم، يا لايم لو تدري ما في الضمير تعذر روح الهزيمة من طعن حداق النيام. مهزك رياح كي رياح يا سعدك سالم، يا لايم قلبك سليم سراح. دوك انا ماشي خرجونا قالك تلاقوكم مجاهدين. مرحبا بكم، نحن الان في الحظيره الوطنيه التي
الحظيرة الوطنية التي تضم العديد من ذكريات المجاهدين الأبرار. نحن الآن مع موعد للقاء بعض المجاهدين باش يحكونا رانا عايين في روح باش يحكونا على أهم المعالم الأثرية التي رأيناها قبل قليل ثم باش يعطونا صورة حية. شكرا شكرا صحة صحة منك المنطقة واه ان شاء الله هذه الحاضرة الوطنية تمام ماشي حاجة كبيرة حاجة عادية تلقى تشوفها في أي ولاية ماشي غير في تلمسة منين ماتش خونا من وهران هذا يلعب ألعاب خفة خير ورقة وما شايف كيف تحطها صحي مش باش تقولوش اداها صح اعطيني نقدر نشدهم انا نفتشك صح هات شي من يديك ستوب انت تعرف انت تعرف لا كنت حبست صح صافي بليزير والله صافي بليزير ما زدني وحده نجرب انا باش نشوف قلت لي مسان نوجه الشباب كاع الى لستي راني نشوف فيها نظره كاني ماشي نقرب 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 نضربها بدوره كندير لله لله مستك ما قال واحد زوج لا صفر خلينا نشوف هذه هي اصطاد تاعهم هذا لا لا هذا اصطاد صغير هذا شي اصطاد تاعهم هذا كبير هو هنايا كي يقولوا لها من صوره هي من هي مش عارف انا ما عارفش بزاف تيهم ثاني صافي هذيك لاكار والعلم لله لا لاكار من هي ومتي لمسان هذه تيمسان كبيره بزاف كفيل كبيرة ومازالوا غيزيد يكبروا فيها هذه واحد الجاردة هم دايرينها مش عارف اسكرهم طالقينها ولا لا رائعة تيمسن رائعة بالبني نتاعها القديم وها راح التليفريك مهودة بالك بالك نهودو في التليفريك داودة في التليفريك الغاية عم يلغو حاجة تعود يكمل الوقت وين دير حاجة عود يكمل الوقت بزاف تيمسان كبيرة تبقى تشوفها في نهار بصح شي ماشي خمس دقايق خمس دقايق خمس دقايق بنادم في خاطرها يعيش شعور راني نشكي في مركز مركز تعذيب خلال فترة الاستعمار أنا قائد لحظة هذا قائد معنا في كشافة في ولاية تلمسان تحية الناس اللي في المحكمة نظرك روحوا منا
بغيت نوريكم المتحف، خاطرش المتحف عادي، المتحف كيفاه كيف المتاحف الاخرى، فيه بزاف اشياء شابين، فيه اشياء عادي معناتها تقدر تلقاها في اي متحف، في الرصاص وهذوك الصور، بصح شي متحف شباب، خاطرش رائع رائع. كي خرجنا من المتحف وكاع ومنا ان شاء الله باذن الله بالك نفطرخ شراه ساعه زوج زوج نقطه سلبيه باش نتفاهم. زينك يا الدزاير هيج العقول وضياك يا البهجه منور ديما هواك صافي طاهر ومعسول انت يا عزنا وانت يا لميمة لمحة مشاهد ورجالك كفحول والقصبة تراث عنده قيمة يا زاير اجي نديك تجول وتشوف مدونة زاير قديمة. هي المغارة قالك شو هولي الشيء الجميل في هذه المغارة انها هذه اجل هذه اجل مغربة. شوف هذاك شوف هالبسطة تاع الليلة معنا الناس ام البواخي معنا الاخ يغرطة قلنا كلمة. السلام عليكم اعطيك الصحة العباسي. الله حافظك راك زهيتنا في هذا الخرجة مفيش مشكل وراك راح تنقلنا للناس كل باش يشوفونا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الجماعه اللي راح تشوفنا كل تستمتع بالمحتوى. التليفون التليفون راح يكون ان شاء الله في المستوى المطلوب ان شاء الله. راه الخافله هذه خارجه بعنوان من اجل الحفاظ على الذاكره الوطنيه امجاد في خطى الاجداد. كانت قافله راح تجوب 6 ولايات ان شاء الله باذن الله. الولايات هذه راح نكون عندنا خارجه عندها نوعين من الخرجة، خرجة كمل خرجة سياحية وخرجة تاريخية. خرجة تاريخية راح نشوفوا المتاحف نحكيو مع المجاهدين، خرجة سياحية راح نزوروا مناطق سياحية بالنسبة للولايات اللي راح نزوروهم إن شاء الله. تمتعوا معنا ومع الأخ إن شاء الله العباسي إن شاء الله. الله يحفظك شيخي شكرا. خليتي تبدل ولينا بالأوبو أوبو أصلا صورك حاجة لا أحسن أنا قلت ولدي غير فلتر صح أنا فيه ولدي غير 800 أي الفايدة والحصول بغيت نقول لكم كلمة شابة أنا عجبت جبتنا عيش كشافة وقلت بالكشافة الحركة تربي ويعني ناسها اللي أنا عرفتهم شخصيا توب من هو أنا حمبوك من هو هو ولا الشخص المتواضع ولا متواضع ماشي متكبر قاعد ماشي متكبر والله بيان سور شكرا. جينا العافيه باش نطلعوا معاهم. هو على بالي الضغط والعمل على بالي اللي ما قدوش يطلقوني اللي يخدم معاهم يخدم معاهم شكون هذا يخدم معاهم صح ما قدوش يطلقوني صح كي قلت لهم قافله وفيها ناس مستغانين تليفون داري يا من كذب قالوا لي روح بصح شي ما طولش مش عارف اسكن نكمل معكم ولا لا صبرين. هذه هي تيليمسان شناها مع بعض وحوسناها كاع غاية وشوية شوية ماشي بزاف كاع. المهم نقول لكم نتلاقاو في فلوق جديد، الفلوق الجديد راه بيكون ان شاء الله في تيزي وزو، غادي نتلاقاو في تيزي وزو ان شاء الله. وش نقول لكم ربي يحفظكم تساووش اللايك والاشتراك وتعليقكم الشباب، المهم تهلاو في رواحكم بيس.